السلام عليكم. واحد ما يعرفش عايز يروح وعايز البلاد. وين ماشيين بالحق؟ وين ماشيين تويكا بالرسمي؟ وين ماشيين وقت كيرا شاب كيما عبد الرزاق اللي حرق روحه، معناتها مات حرق روحه، وقبل ما يحرق روحه معناتها قلكم علاش باش يحرق روحه. حرق روحه لا على برويته، حرق روحه لا على حرق روحه على خاطركم انتوما. قالكم باش نحرق روحي في فداء ليكم انتوما، باش تنقذوا رواحكم من الجريمه اللي قاعده تصير في حق شعب كامل. حرق روحه على خاطركم انتوما، حرق روحه باش يقول لكم تحركوا، ما عادش عندكم ما تاكلوا وبوان، فهمت كذا؟ وليتوا تاكلوا من الزبله اهوك، احسن مشروع عملوه لكم، فهمت ولا؟ دي بوبال متاع زبله بالشكل منها اهوكم، دي بوبال عملتها لكم اكل عاهره، فهمتني؟ رئيس بلديه تونس باش تاكلوا منها، فهمتني ولا؟ معناتها قدركم سي البوباله، فهمتني؟ الراجل حرق روحه باش ترجع كرامتكم. الراجل قلكم فهمت كذا، فهمتني؟ وقت نجيو نتكلموا على حقنا يجيبوا عمليات ارهابيه، فهمتني؟ عمليات ارهابيه يصنعوها، فهمتني؟ يظهر لي عبد الرزاق عطاكم معناتها درس مالجري، معناتها حرق روحه. يظهر لي كانكم شعب تستاهلوا، معناتها تستاهلوا، معناتها باش تكونوا شعب وتسميوا رواحكم شعب، فهمتني؟ الدم نتاع الولد هذاك، فهمتني؟ دور لي عم دم البوعزيزي مش اعز منه باش تنقذوا رواحكم بالحق، فهمتني؟ بالحق تويكا اذا كان ما تفوروش لانفسكم. انسان قتل روحه على خاطركم، انسان حرق روحه على خاطركم، ناس معناتها مرم درويحها على خاطركم، فين اكثر من ذيلا هذايا اذا كان باش تسكتوا، فهمتني؟ اذا كان باش تسكتوا على الهم هذايا اللي صاير لكم، انكم انذل شعب، فهمت كذا، على الكره الارضيه، انذل شعب على الكره الارضيه. تحيا تونس، تحيا تونس، تحيا تونس.